من اول ما بدانا المشوار بتاعنا في امن المعلومات او السايبر سيكيورتي، واتكلمنا في اول حلقه عن ارض المعركه اللي بيتم فيها التنافس ما بين الهاكر وخبير امن المعلومات، واتكلمنا عن الجزء الاول من المعادله وهو الهاكر، وقلنا ازاي السيستم بيشتغل، وتعرفنا على اشهر فيروسات متاحه دلوقتي. والنهارده في الجزء الثاني من الحلقه بتاعه الهاكر هنتكلم عن ازاي بتتم عمليه الاختراق اساسا، وازاي تقدر تحمي نفسك. اهلا بيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب، معكم أيمن محمد يوسف في حلقة جديدة من خمسة برمجة. في الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الهاكر واللي هو الجزء الأول من المعادلة، وتعرفنا في الحلقة اللي فاتت عن ايه هو الهاكر، ايه هي أهدافه، ايه هي الطرق اللي بيستخدمها، ايه أشهر أنواع الفيروسات، وقلنا برضو شوية كلام تقني في نهاية الحلقة. وفي الحلقة دي بقى عايزين نتعرف ازاي الفيروس بيتم عملية الاختراق في الجهاز بتاعك، وايه هي الحاجات اللي بيعملها، وبرضو هنتكلم ازاي تقدر تحمي جهازك من الهجمات الالكترونية. فمن غير وصيكم يعني، طبعا انتوا عارفين، لايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، وفعل جرس التنبيهات، وكوباية شاي بالنعناع بتاعتك، ويلا بينا. تذكير سريع بالاساسيات الثلاثه او الاقسام الثلاثه، طبعا لو انت معايا من اول سلسله فانت حفظتهم: كونفيديشناليتي، انتجريتي، افيلابيليتي، السريه، السلامه، التوافر. ودول اتكلمنا عليهم في الحلتين اللي فاتوا لحد يعني لما شبعنا. المهم الاساسيات الثلاثه دول زي ما احنا اتكلمنا عنهم وقلنا ان هم المقاييس اللي انت بتقدر تحدد عليهم ازاي السيستم بتاعك بيقفل الابواب بتاعته، وازاي السيستم بتاعك بيتعامل مع البيانات اللي داخله واللي خارجه. وقلنا في الحلتين اللي فاتوا الثلاث حاجات دول هم اللي بيحددوا مين اللي معاه المفتاح، ويشوف بيانات قد ايه، ويشوفها ازاي وامتى وليه وكل الكلام ده. ومن هنا بقى تعالى نبدا نتكلم بالتدريج على طرق الاختراق. واول عامل وهو العامل الاساسي في عمليه الاختراق كلها هو انت يا سيدي الفاضل، العامل البشري. من الاخر كده انت اللي معاك الماستر كي بتاع الجهاز بتاعك كله، انت الادمن. فاكتر طريقه بيتم بيها الاختراق او تثبيت الفيروسات على الجهاز بتاعك هي ان انت اللي تعمل الاوبريشن، او انت اللي تاخد الاكشن على اي موقع مشبوه، ومن غير الاكشن ده انت مش هينفع تعمل اي حاجه. طبعا الحاجات المشبوهه دي طبعا لما انت تدخل على موقع، حد يبعت لك لينك بتاع موقع، او حد يبعت لك صوره على فيسبوك، او حد يبعت لك منتج يقول لك اشتريه مثلا عليه خصم، وانت تدخل على اللينك من غير ما تركز فيه، فانت هتلاقي اسم اللينك مثلا بدل امازون هتلاقيه مثلا امازن مثلا، او امازون عليه 2 او حاجه زي كده. فاللينكات المشبوهه دي هي بتبقى مجرد ما تدخل الصفحه فانت تتوقع ان انت تم اختراقك. لا، انت لازم تعمل عمليه، لازم تدوس كليك، تعمل تشيك بوكس، تكتب رقم، تعمل عملية على الموقع. ولو عملت اي عملية من عمليات دي على الموقع، الموقع فعلا ممكن يحمل الفيروس او يصيب الجهاز بتاعك. فانت لازم تاخد بالك من اي موقع انت بتدخل عليه، لان انت لو ما خدتش بالك، وزي ما انا قلت في الحلقة اللي فاتت، الفيروسات اللي بتتطلب اوبريشن، لو بتتطلب اكشن من الادمن ان هو يعملها على الموقع، فدي نوعا ما لما بتنزل في جهازك شكرا، لان هي واخده الاذن، هي واخده الاذن منك ان انت هي تسطب على الجهاز بتاعك. بيبقى صعب على انتي فيروس حتى ان هو يقفشها، لانها ممكن تبقى واخده شكل التروجن. ولو انت مش عارف يعني ايه التروجن شوف الحلقه اللي فاتت. الحاجه الثانيه اللي ممكن تسبب الاختراق لجهازك هو انك تلعب في اعدادات الانتي فيروس او اعدادات الحمايه بتاعه الجهاز. وده طبعا لو انت مش فاهم انت بتعمل في ايه، فدي حاجه خطره جدا. الموضوع اشبه بان انت تفتح باب شقتك، وتفتح الشبابيك، وتفتح باب المطبخ، وتفتح باب الشباك الحمام، وتفتح الدنيا دي كلها، وتسيب الشقه وتخرج وتقول الشقه مش هيحصل لها حاجه. لا، لو انت مش عارف انت بتعمل في اعدادات الانتي فيروس ايه، ما تلعبش في اعدادات الانتي فيروس على قدر الامكان. حتى لو انت عايز تسطب حاجه مثلا معمول لها كراك، او حاجه متسطبه يعني اي برنامج عايز تسطبه على الجهاز بتاعك، اقفل الانتي فيروس لفتره معينه، وما تنساش لازم تشغله تاني، لان دي نقطه مهمه جدا. ومن هنا عايز اقول لك ان احنا دلوقتي خلصنا الكلام العادي او الكلام النظري، فزي الحلقه اللي فاتت يرجى ربط الاحزمه حتى الانتهاء من هذه الحلقه بسلام. ندخل في الكلام اللي بجد. ازاي بيتم تثبيت البرامج الخبيثه، او ازاي بيتم تثبيت برامج الهاكر على الجهاز بتاعك؟ وزي ما انا قلت، طالما هو برنامج يبقى لازم نفهم ازاي اي برنامج بيتسطب على الجهاز. فلازم دلوقتي نتعرف على شويه كونسبتس، او شويه مفاهيم، او شويه حاجات اساسيه: الريسورسز، البرميشن، الاستورج، السيرفيسز. هنتكلم على كل واحده بالتفصيل. الريسورسز وهي موارد الجهاز، البرميشنز وهي الاذونات، اتكلمنا عنها كتير والله، الستورج وهي المساحه التخزينيه، او المساحه التخزينيه او الهارد ديسك بتاع الجهاز بتاعك، السيرفيسز وهي الخدمات اللي بترن في الباك جراوند بعد التطبيق بتاعك ما يقفل. وهنتكلم عن كل واحده فيهم دلوقتي بالتفصيل، بس ايه يعني صبرك عليا كده. ناخد اول واحده وهي الريسورسز.
الريسورسز او موارد الجهاز بتاعك، والريسورسز دي هي البروسيس باور والرام والالكتريستي السبلاي اللي بيديها لك الباور سبلاي وكل الكلام ده. اي ريسورسز السيستم بيوزعها على الابلكيشنز او على البرامج بتاعته بيقسمها على حسب تقسيمه معينه، على حسب الاولويات وعلى حسب كل برنامج بيشتغل قد ايه في الران تايم. طيب في ابلكيشنز بتعمل بلوك على ابلكيشن تانية لما تبقى الابلكيشن ده او البرنامج ده ليه بريورتي او ليه اولويه اعلى او بيشتغل في الران تايم لفتره اطول او انت مثلا بتشتغل عليه اكتر. ادي لك مثال، لو انت بتشتغل على اي برنامج من برامج ادوبي، بريمير، افتر افكت، فوتوشوب، وات ايفر، البرامج دي دايما بتبقى واخده بريورتي عاليه جدا جدا اول ما بتشتغل على النظام بتاعك. فمن اول ما تشغل البرامج دي عايزك تدخل على التاسك مانجر، هتلاقي ان التاسك مانجر بيديها بريورتي عاليه جدا جدا، وغير كده بيسحب لها كميه كبيره جدا من الريسورسز بتاعه الجهاز بتاعك، بيديها بروسيس باور عاليه، بيديها مساحه كبيره من الرام، بيديها انترنت باور لو هي عايزه انترنت، بيديها الكتريستي عاليه جدا جدا من الباور سبلاي. فبنقدر نقول بشكل او باخر ان البرامج اللي بيبقى ليها بريورتي عاليه او بيبقى ليها اولويه عاليه وبالتالي بتعمل بلوك جزئي على السيرفيسز او على التاسكات اللي بترن في الباك جراوند او التاسكات اللي بترن في الخلفيه. الحاجة التانية وهي البريميشنز او الاذونات، اتكلمنا عنها كتير ولكن نقول تاني، البريميشنز او الاذونات هي اشبه بالبوابات اللي بتقول والله هل يسمح لهذا التطبيق او لهذا البرنامج يأكسس الستورج، يأكسس المساحة التخزينية، او مسموح لهذا البرنامج انه يبعت حاجة من الجهاز، يبعت ايميل مثلا او يبعت صورة، هل مسموح لهذا الجهاز انه يتصل بالانترنت اساسا ولا لا. ادي لك مثال من شغل عندنا، في شغلنا في ملف اسمه الماينفست. الماينفست ده هو الملف الاساسي او اول ملف سيستم الاندرويد بيقراه من اي ابلكيشن عايز يعمل له انستول في السيستم. فبيفتح ملف الماينفست ده ويقرا الراجل ده عايز بريميشنز ايه من السيستم بتاعي وعايزهم ليه وعايزهم في الران تايم، يعني محتاج موافقه من اليوزر ولا عادي ممكن البرميشنز دي تكون عاديه جدا من غير اليوزر ما يوافق عليها، بس هو في التصطيب الاساسي في النيكست نيكست اللي انت بتدوس عليها من غير ما تقراها، ودي غلطه كبيره. المهم فالبرميشنز بتطلب في اول حاجه من البرنامج او الاول ابلكيشن لما يجي ينزل على السيستم الويندوز او الاندرويد او اس او لينكس او وات ايفر. كل برنامج بيطلب من السيستم برميشنز او اذونات على حسب الاوبريشن حصل الفانكشنز اللي هو عايز يأديها في هذا السيستم. الحاجة الثالثة والحاجة اللي فيها لعبة شوية وهي السيرفيسز او الخدمات. او السيرفيسز بكل بساطة هو انك بترن جزء من البرنامج على السيستم وانت مش شغال، يعني بكل بساطة انت بتدي للسيستم شوية مهام تقول له والله خد الجزء الصغير ده مني خليه ينفذ لك المهام الصغيرة دي وانا مش موجود دلوقتي. رن يعمل مهمة او مهمتين، يراقب بيانات، يستقبل بيانات، يعني مهمة بسيطة مش مهمات معقدة، لان هو جزء مصغر من البرنامج بيرن على السيستم او انت بتديه للسيستم بتقول له والله خد رن لي السيرفيس دي او رن لي الخدمه دي او اعمل لي الخدمه دي يا سياده السيستم لحد لما انا اشتغل تاني وتعالى قول لي الخدمه دي عملت ايه او هات لي البيانات الخدمه دي عملتها او قول لي ايه اللي حصل وانا مش موجود على السيستم دلوقتي او انا مش شغال. بس في نقطه هنا، فكره السيرفيسز او الخدمات هي فيها لعبه ليه؟ لو انت فاكر في اول حلقه انا كنت كلمتك عن الكونفيدنشاليتي والانتجريتي، كنت قلت لك ان الكونفيدنشاليتي اللي هي السريه بتاعه السيستم والانتجريتي هي السلامه او الوصول بتاع السيستم، الشخص المخول له الوصول لهذه الداتا يقدر يوصلها وقت ما هو عايزها. فبكل بساطه السيرفيسز نوعا ما بتعمل خلل في هذه المعادله. لو انت مش فاهم الكلام اللي بقوله ده ارجع بعد اذنك الحلقه الاولى عشان تقدر تظبط المفهوم ده يعني معاك. في السيرفيس ذات نفسها نوعا ما بتبقى تعدي البريميشنز بسهوله، لان بكل بساطه انت دلوقتي شغال في حمايه السيستم مش شغال في حمايه الابلكيشن الاساسي، فانت كل ما تحاول تعدي باب هتقول له انا ما عداش انا مع هذا السيستم، فهتعدي هتلاقي نفسك عديت بسهوله. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام تبسيطي، لو انت عايز تتعمق شويه، لو انت درست شويه حاجات في البرايفتس والانكابسوليشنز مهام الاو او بي او افكار الاو او بي، فممكن على فكره نعمل حلقه عن او او بي تبقى الحلقه اللي بعد اللي جايه تقريبا. انت زي ما انا قلت الحلقه اللي فاتت ربط معايا كده مفاهيم، يعني شويه حاجات في الاو او بي على شويه حاجات في الاي تي والكلاود كومبيوتنج، ثلاث حلقات اشرح مثال فانت ربط المفهوم من الناحيه الثانيه. ودي هنا اعتقد ان هي نقطه مهمه ان احنا نتكلم فيها يا شباب، انا بشرح كلام نظري او كلام عام، مش بدي كورس تحليلي او كورس مفصل. الكورس التحليلي او المفصل مش هيبقى في 10 دقائق او هيبقى في ربع ساعه، ده هيبقى المحاضره واحده ساعه او ساعه ونص او ساعتين. ونصيحه لله وجه الله، يعني المحاضرات التوتوريالز الصغيره اللي هي بتبقى ربع ساعه و10 دقائق والحاجات دي كويسه، ولكن القيمه العلميه فيها من وجهه نظري ما بتبقاش كبيره قوي.
فلو انا عايز اعمل كورس عملي، لو انتوا عايزين ان انا اعمل كورس عملي قولوا لي وانا هبدا اظبط الحاجات دي مع نفسي كده، ممكن باذن الله نتكلم في الموضوع ده يعني بطريقه مفصله اكتر. انا دلوقتي بدي لك جايد اساسي او بدي لك معرفه عامه او تعريفات عامه عن المجال او عن الاساليب دي بتتم ازاي، وانت بيزد على النولج اللي عندك ربط التقنيات دي كلها مع بعض. نرجع للحاجه الرابعه وهي الاستورج او الهارد ديسك. لو الفيروس او البرنامج الطيب ده قدر يظبط موضوع الريسورسز وياخد ريسورسز كويسه يتصل بالانترنت عشان يبعت الملفات اللي هيسرقها منك، ويقدر ان هو يظبط موضوع البريميشنز يعمل سيرفيس او اتنين بيرنوا في الباك جراوند في السيستم بتاعك، وكده نقدر نقول ان هو دلوقتي وصل للهارد ديسك بتاعك، وساعتها نقدر نقول على كل البيانات بتاعتك يا رحمن يا رحيم. وهنا اعتقد ان في سؤال مهم، بما ان الثغرات دي معروفه او الحاجات دي معروفه، طب ليه الشركات ما بتسدهاش؟ في الواقع الشركات طول الوقت بتحاول تسد الثغرات الفيروسز او البرامج الخبيثه وبتحاول تخترقها وبتحاول تدخل منها، ولكن دايما بيبقى في فكره المعادله ان انا عايز اخلي الادمن بتاع السيستم يشوف البيانات وفي نفس الوقت مش عايز الهاكر يشوف البيانات دي، فنوعا ما الموضوع بيبقى تريكي شويه او مخادع شويه. وهنا نيجي لاخر نقطه معانا في الحلقه وهي انواع الهاكرز او القبعات بتاعه الهاكر. كلنا عارفين طبعا الريد هات والبلاك هات والحاجات دي، بس هما في الحقيقه هما سته بس ما يهمناش دلوقتي غير اربعه. اول حاجه وهم الوايت هات او الهاكر الاخلاقي. هاكر الاخلاقي هو شخص مخترق عنده كل النولج بتاعه اي هاكر عادي، ولكنه بيستغل النولج بتاعته دي في تامين البيانات او في حمايه اجهزه الناس الثانيه وحمايه الشركات او السيرفر بتاعه الشركات الثانيه، فهو بيستغل النولج بتاعته في الاختراق في الحمايه، بيعرف طرق الاختراق وبيسدها. النوع الثاني هو البلاك هات او القبعات السوداء، وده هو الهاكر الطبيعي العادي، هو هدفه يسرق البيانات، وكلمنا عن الاهداف بتاعت الهاكر في الحلقه فاتت روح شوفها. النوع الثالث هما الجراي هات. الجراي هات دول اللي هو بص انا بشتغل على حسب يعني ضميري او حسب اللي يدفع لي اكتر. في نقطه هنا مهمه، يعني ايه اشتغل انا هاكر واشتغل في تامين البيانات؟ طب ايه وظيفه خبير الامن السيبراني؟ خبير الامن السيبراني بيهتم بالجانب بتاعه بس، هو بيامن السيستم بتاعه بس، اما الهاكر الاخلاقي بيحاول يخترق السيستم وبعد ما يخترقه يقول لك والله بص الثغره دي حاول سدها، يعني بيشتغلوا بطريقه عكسيه، هما الاثنين بيشتغلوا بعكس بعض، ده بيمشي فورورد وبيمشي باكورد. طيب الجراي هات بيشتغل ده وبيشتغل ده على حسب الفلوس وعلى حسب ضميره وعلى حسب الحاله المزاجيه، لان معظم الجراي هاتس بيبقوا مستواهم عالي يعني، واكيد مستواهم عالي بس مش اعلى من النوع الرابع وهم الاليت هاكرز. الاليت هاكرز او الهاكر النخبه. الهاكر النخبه هما بكل بساطه اللي بيبقوا، وعلى فكره ما بيتحبسوش ولا بيحصل لهم اي حاجه، دول الهاكر النخبه دول زي بعض الاسماء مش عارف اقولهم يعني هنا بس، ولكن الهاكر النخبه معظمهم مجرد ما يتقفشوا مجرد ما يحصل لهم يعني يتمسكوا بيشتغلوا في الشركات الكبيره زي مايكروسوفت واي بي ام وجوجل والشركات دي كلها، تاخدهم بتدفع لهم يعني مرتبات عملاقه جدا ممكن تبحثوا عنها، بتوصل لملايين في السنه الواحده، بمجرد بس ان هم يشتغلوا معاهم طبعا بيتنازلوا الاواضي اللي هم بيبقوا رافعين عنهم. فالاليت هاكرز دول بيبقوا مستويات عاليه جدا جدا جدا. وبكده نبقى خدنا جولة كاملة عن موضوع الهاكر او التحكير، وقلنا بكل بساطة ايه هم اهدافهم، ايه الطرق اللي بيخترقوا بيها السيستم، ايه انواع الفيروسات المتاحة دلوقتي، واتكلمنا برضو عن الطريقة السيستم بيرن بيها الابليكيشنز او الطريقة اللي بيرن بيها البرامج على السيستم، اتكلمنا ازاي تحمي نفسك، واتكلمنا برضو عن انواع الهاكرز. من الحلقة اللي جاية هنتكلم على الجزء الثاني من المعادلة وهو خبير الأمن المعلومات. الحلقة اللي بعديها وهي آخر حلقة في السلسلة اللي هنتكلم فيها عن مصادر التعلم، الكورسات بقى زي ما انا خلاص قعدت لك كل الكلام النظري وكل الكلام الاساسي او الانترودكشنز او التعريفات، نبدا ندخل في الكورسز بقى، ودي هتبقى اخر حلقه بعد انت ما تبقى اخذت قرارك انت عايز تبقى هاكر اخلاقي ولا عايز تبقى خبير امن معلومات. دي كانت نهاية الحلقة، ومش هوصيكوا بقى لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات، واشوفكوا الحلقة الجاية، والسلام عليكم.